فقراتنا متنوعة ومتعددة ومتسارعة أيضا، نطول ونصول ونجول ونجمع على حضرتكم بداية بالعناوين إلى الأخبار السريعة. هذه هي المحطة التالية في هذه الحلقة من برنامج 30 دقيقة، نبدأ أخبارنا السريعة وهذه رعاية كريمة من صاحبة العيادة البيضاء سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، افتتاحية رائعة لجهزة الشارقة للأسرة الرياضية، حيث شهدت قاعة الجواهر الاحتفالات أمس إطلاق جهزة الشارقة للأسرة الرياضية تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة الجائزة، وسط حضور رسمي رفيع المستوى تقدمه الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد، مدير منطقة الشارقة الطبية، وحميد القطامي وزير التربية والتعليم، ومريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وأحمد المدفع رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشارقة، ومحمد بن هندي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، وأحمد نصر الفردان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وإبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس لجنة التحكيم في الجائزة. وأيضا انطلاق فعاليات أسبوع التشجير الأحد المقبل، حيث تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات أسبوع التشجير 33 تحت شعار معا فلنزرع الإمارات، والتي تقام على مستوى الدولة بإشراف مكتب تنسيق شؤون البلديات بوزارة البيئة والمياه بمشاركة البلديات ودوائر الأشغال في الدولة خلال الفترة من 3 وحتى 7 من مارس المقبل لعام 2013. كليات التقنية بالشارقة تنظم فعالية خيرية لصالح أطفال غزة، وتضامنا مع حملة مبادرة الشارقة لدعم أطفال فلسطين سلام يا صغار، التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تستمر فعاليات كليات التقنية العليا بالشارقة الخيرية لدعم ومساندة أطفال غزة، حيث قام عدد من أعضاء وعضوات هيئتي التدريس والإدارة بإعداد وتحضير أطباق خيرية من المخبوزات والمعجنات الشهية، وقاموا ببيعها للطلبة والطالبات والعاملين بالكلية. ونحت دبي يشهد أكبر ورشة فنية جماعية في الإمارات العربية المتحدة. التفاصيل تقول يشهد الموقع الخلفي لندوة الثقافة والعلوم في دبي أضخم ورشة عمل نحتية جماعية في الإمارات، حيث يستمر 15 فنانا يمثلون 13 دولة عربية في إنجاز أعمالهم الفنية منذ 18 من فبراير شباط الجاري ضمن فعاليات ملتقى نحت دبي لعام 2013، وهي الدورة الأولى للملتقى التي تستضيفها دبي حتى 10 من مارس آذار المقبل. انتقلنا مع حضرتكم من العناوين إلى الأخبار السريعة إلى الأجندة. من الأجندة في هذا نرجع الأجندة بعد التقرير الذي يعد لحضرتكم في هذه الحلقة، وهذا التقرير مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء يتلخص في مبادرة الترشيد وجيران والوصاية على الجار بتنظيم مراكز التنمية. في الواقع يعني هذه التقرير الذي يحمل هذه العناوين الرئيسية التي يحملها حثنا عليها ديننا الحنيف، حيث قال ديننا في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسرف ولو على نهر جاري، حتى وأنت تتوضأ على نهر لا بد أن ترشد من استهلاكك للمياه ومن الكهرباء ومن حياتك كلها، وأوصانا ديننا الحنيف أيضا بالجار، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نشاهد التقرير ثم نواصل اللقاء، كونوا معنا. من منطلق وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار وأهميته، اتخذت إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة على عاتقها إحياء سنن وعادات عربية أصيلة وموروثات إسلامية، ألا وهي التواصل وإكرام الجار. طبعا موضوع جيران موضوع مهم جدا لكل من يقيم على أرض هذا الوطن، مواطنين فقط، ولكن يمكن التركيز بيكون على الأحياء السكنية واللي هي يسكنها المواطنين، ولكن أنا أتصور هذا دور اجتماعي كبير، محتاجين كلنا نسمع
هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وهناك دور اجتماعي على كل فرد أن يقوم به. أطلقت الإدارة بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى برنامج جيران في قصر الثقافة بالشارقة بحضور عدد هائل من المختصين والضيوف متمثلين في نخبة من مدراء ومديرات الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وكوكبة من طلاب وطالبات العلم من المدارس الحكومية والخاصة بالمرحلة الإعدادية والثانوية في إمارة الشارقة. طبعا المبادرة تهدف إلى التقارب السكان الجيران مع بعضهم البعض. طبعا في الأوان الأخيرة عرفنا أن في يعني بعض الأشياء اللي في المجتمع بدأت يعني الجيران ما نحس فيهم تقارب وتواصل بينهم، نحس الجار بعيد عن جاره. فهذه من المحاضرات في توعية الجيران أنهم يتقاربون لبعض، وتهدف إلى نشر التوعية بالجار. تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل بين أسر الحي الواحد في جلسات ودية ثقافية مفيدة، وكذا تعزيز العلاقات الأسرية وترابط الجيران ببعضهم البعض في زمن انشغل الناس فيه بمشاغلهم الخاصة. نتحدث عن مجتمعنا، ونتحدث عن بيوتنا، ونتحدث عن إخواننا وجيراننا الذين هم نحن في حقيقة الأمر. عندما يعيش المسلم أو المؤمن هذه المشاعر سيجد أنه لا يأنف ولا يتبرم عندما يحدث أو يذكر بموضوعات هي من أهم، بل هي الركيزة الأولى في قوته وثباته واستمراره في طريقه إلى الله عز وجل. وعلى مستوى المجتمع كان هناك نداء من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة إلى إنشاء دائرة القرى والضواحي لأهمية نشر ثقافة التراحم والترابط. في يوم الرابع من مارس بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة في منطقة اللية هذا المؤتمر الصحفي لمقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة. معرض الزفاف المميز في التاريخ من 6 مارس وحتى 9 من نفس الشهر بمركز إكسبو الشارقة. معرض الزفاف المميز الذي يقيمه مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 6 وحتى 9 مارس لعام 2013، والذي يلبي جميع رغبات المقبلين على الزواج في كل ما يتعلق بأعراسهم. بمشاركة 300 طالب وطالبة من 12 مدرسة، أمريكية الشارقة تنظم مسابقة شراكة لكرتي القدم والسلة. ففي 27 فبراير تنظم إدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية في الشارقة صباح يوم السبت 2 مارس كأس الشراكة السنوية الثاني لكرة القدم وكأس الشراكة السنوي الأول لكرة السلة بمشاركة 300 طالب وطالبة من 12 مدرسة. وهذا معرض الاستوديو المفتوح للفنان باسم صالح الساير من 10 صباحا في يوم الاثنين 4 مارس، ومكان هذا المعرض في رواق الشارقة للفنون في قلب الشارقة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، معنا ومعكم نرحب بالأستاذة فاطمة محمد علي من إدارة العلاقات العامة بهيئة مياه وكهرباء الشارقة. أستاذة فاطمة مرحبا بحضرتك في 30 دقيقة. مرحبتين، يا هلا هلا أخوي، تفضل. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. نود أن نقف على آخر النشاطات التي تقدمونها الآن أستاذة فاطمة في هذه المبادرة. طبعا نحن الحين من ضمن أن في هيئة كهرباء مياه الشارقة، نعم، الحملة الترشيدية المستمرة كل عام تمام قدمها الهيئة من الهدف منها ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. نعم. السنة عندنا مدينة الترشيد المقامة في قناة القصبة. نعم. حاليا مدتها 6 أيام، بدينا من يوم الأحد كان تاريخ 24 فبراير. تمام. ومستمرة لنا الحين المدينة ليوم الجمعة إن شاء الله. هل مثل هذه الحملات أستاذة فاطمة تؤتي ثمارها على أرض الواقع؟ هي طبعا بالعكس لها نتائج كبيره. نحن عاده في تقديم اي فعاليه او اي نشاط تقدم الهيئه تمام نعمل له دراسه، فمن خلال هاي دراسه نطلع على النتائج
نتائج مثلا مدينه الترشيد عندنا لها نتائج ايجابيه ولاقت نجاحا كبيرا، يعني نجاح عالي تمام. من جمهور. يعني هل الفترة الزمنية التي ترصدونها لهذه المبادرة ترينها كافية لمثل هذه المبادرة التي لابد أن تستمر مدى الحياة مثلا ويكون نمط سلوك اجتماعي لدى المستهلكين؟ طبعا بالفعل احنا مثل ما انت عارف كانت المدينه عندنا فعاليه مدينه الترشيد مستمره لمده 4 ايام. تمام. هل الفترة متغيره. كافية أم تحتاجون إلى فترة أكثر وفترة أطول؟ والسنه هاي مثل ما انت عارف زدنا الفتره تمام بناء على رغبه الجمهور. نعم. خليناها الفتره 6 ايام. ولاقت نجاح كبير، مثل ما انت عارف فعالياتنا متنوعه. احنا ما نقتصر فيها بس بمجرد محاضرات او ورش عمل او ندوات بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والماي، نوصل معلومه ترشيد الاستهلاك للجمهور لمختلف الفئات بالطريقه اللي تناسب كل فئه وكل فئه عمريه، يعني كيف توصل لها المعلومه. تمام. أستاذة فاطمة محمد علي من إدارة العلاقات العامة بهيئة مياه وكهرباء الشركة، شكرا لحضرتك، ونأمل من كل المشاهدين والمستمعين الكرام حسن السلوك والترشيد في كل أمور حياتنا، هكذا هو ديننا وهكذا هي عادتنا وتقاليدنا نحن العرب. ننتقل من الجيران ومن ترشيد الاستهلاك والطاقة إلى الفن، تحديدا الفن التشكيلي. هذا معرض متفرد أقامه طالب في الثانيات عشرة من عمره، فما رأيكم في أن نشاهد التقرير ثم نواصل اللقاء؟ كونوا معنا. الإبداع والموهبة لا يعرفان صغيرا أو كبيرا، فكم من أطفال يفاجئون بمواهبهم الفريدة والجميلة، وهذا تماما ما حدث مع الطالب الإماراتي خالد العوضي الذي أقام معرضه الفني بمدرسة الكمال الأمريكية برعاية وحضور الأستاذ سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية. هاي لوحة رسم التصوير بالقلم الفحم، وهي قلم الفحم وموضوع هالمنظور، يعني أخليه بيتين وعلى النهر وفي السفينة نهر مع شجيرات النخيل الجميلة، وهاي الطرق على المعدن من ورا نحفر عليها وتطلع على برا عن بروزة، وانا اخترت هالثلاث هالاشياء عشان تخلينا نتذكر ماضينا الجميل. خالد العوضي طالب بالمرحلة الإعدادية، نما وترعرع على الفن ويندرج من عائلة تهوى الفن وتشجعه ليحظى فيما بعد بدعم ومراعاة من قبل مدرسيه لتظهر طاقاته الكامنة على شكل لوحات فنية رائعة. ووجدنا أن لديه هذه المهارة فعملنا على تنميتها، وعندما وصل إلى قرب النضوج أصرت المدرسة على أن تعمل له معرض فني، معرض فني، وذلك من حرص المدرسة على تنفيذ برامجها من خلال رسالتها ورؤيتها، لأن لا يقف دور المدرسة فقط عند عملية التدريس والتلقين، بل المواهب لها دور كبير في رعايتها. قدم المعرض 16 لوحة تنوعت المواضيع المختارة ما بين الطبيعة كمشهد شروق الشمس والغروب ومشاهد متنوعة اقتبسها من تراثنا الأصيل المتمثل في جلسات السمر المسائية وشرب القهوة العربية والرقصات الشعبية، إضافة إلى البيئة البحرية التي عاصرها أجدادنا من صيد سمك ورحلات غوص. لا يقتصر الرسام خالد على أسلوب واحد بالرسم، بل اتبع عدة أشكال وأساليب مثل فن الديكوباج، الرسم بالتنقيط، الرسم بالرش، والرسم بالفحم. وتقديرا من مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة، تم تكريم الطالب من قبل مدير المدرسة، وقد شكر الطالب خالد المدرسة أيضا تعبيرا عن امتنانه الكبير. يقول الشاعر: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم يجد له وفيا إلا الكتابة. والآخر يقول: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
وعن الكتاب المستعمل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، يسعدنا وبالقطع يسعد حضرتكم معنا ان نلتقي الاستاذه منى عبد الكريم نائب مدير عام مدينه الشارقه للخدمات الانسانيه. استاذه منى مرحبا بحضرتك في 30 دقيقه. اهلا وسهلا دكتور. اخبار الكتاب ايه دكتور؟ كويس جيد الحمد لله. حدثينا عن مهرجان الكتاب المستعمل، الفكرة والنشأة ومسيرة المهرجان حتى الآن والجديد بهذا الدورة. مهرجان كتاب المستعمل بدأ سنة 2006 تمام، كفكرة من مدينة شغل الخدمات الإنسانية. نعم. وتبلورت طبعا هاي الفكرة بالتعاون مع عدة جهات وبالأخص مع منطقة شرقة التعليمية بحكم اللي نجمع الكتب من المدارس سواء الحكومية والخاصة والجهات والجمعيات ذات النفع العام. بدينا في أول سنة كتب تعليمية دراسية، لا كل الكتب ثقافية. تمام. نستثني الكتب الدراسية أساسا من المستثنى من المهرجان. من المهرجان. نعم. كل الكتب الثقافية التي تخدم الثقافة والعلم منوعة للأطفال للكبار للقراء بشكل عام. فبديناها في سنة 2006 وشفنا استحسان الجمهور بحكم ان المدينه كاول جهه على مستوى اذا قلنا الامارات او حتى الخليج ان تنظم مثل هذا المهرجان. في كتب كثيره في البيت، الناس وافراد المجتمع بعارفين وين يودون هنا نقروها، يعني كل من لديه مجموعه كتب مثلا لا يحتاج اليها ممكن ياتي المدينه اليكم. اين حاليا؟ في مقر المهرجان في منطقة النخيل على البحيرة. تمام. حديقة النخيل على البحيرة. إذا خلص المهرجان ممكن في الشارقة في مدينة شغل الخدمات الإنسانية. بعد السنة الأولى من 2006 سويناها سنة 2007 وشفنا استحسان بعد الناس وتعاون الجهات ككل. فقلنا نسويها كل سنتين. تمام. بديناها بعدين من سنة 2006 2007 2009 بعدين 2011. طيب. لا لأن خلينا عشان الناس تقدر بعد أن نجمع كتب تكون كتب ثمينة. تمام. وتكون كتب يعني غير أنها متكررة لغاية ما إحنا هاي السنة في 2013 المهرجان حاليا قائم إن شاء الله. يعني طريقة التعامل والتعاطي مع الكتب والمؤلفات الموجودة والمصنفات في المهرجان كيف تكون بينكم وبين الجمهور؟ طبعا احنا عندنا لجنه الفرز والتسعير، ويمكن هي اكبر لجنه الفرز والتسعير يعني يمكن اكثر لجنه هي اللي تشتغل فيها، لان هي لما احنا نجمع الكتب بالنسبه للمدارس الحكوميه او الخاصه او الجامعات او حتى الجهات ذات النفع العام. نعم. تحول الى هاي اللجنه تفرز الكتب كلها كامله بكافه اللغات. نستثني الكتب اللي هي التالفه نحطها لاعاده التدوير ونحط اللي هم الكتب الجيدة يعني سواء بالمواضيع بشكل الكتاب أساسا. إذا عندكم معايير اختيار وانتقاء لمثل هذه الكتب. نعم. يعني اسمح لنا نتعرف على هذه المعايير لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي أعد خصيصا عن مهرجان الكتاب المستعمل. مشاهدينا إلى التقرير ثم نواصل الحوار. الكنز في إمارة الشارقة في البقعة الخضراء المنيرة من حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد، الكنز منتظر الجميع. بدأ من 26 من فبراير وحتى 1 مارس لهذا العام، فرصة فريدة من نوعها، فكل من يسعى سيفوز، فقيمة هذا الكنز لا تعد ولا تحصى. إنه يجمع القيم الإنسانية والثقافية والمجتمعية الرفيعة، كنز لا ينتهي، لأنه كنز المعرفة المتجددة للجميع في المهرجان الخامس للكتاب المستعمل، والذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كل عامين. الكتب المعروضة في هذا العام هي مصنفة في الخيم وفق التصنيفات أو المجالات الكتب، مثلا ككتب في الديانات، كتب الأدب، كتب العلمية، كتب الأطفال، كتب الجغرافيا والجغرافيا والتاريخ والسياسة والاقتصاد. الهدف من هذا أن الزوار المهرجان ليس عليهم كل واحد يتجه للخيمة وفق الاختصاص أو الميول اللي هو يرغب فيه، ليعزز قيمة الكتاب وأهميته وليرسخ ثقافة القراءة والمطالعة وينشر روح العمل التطوعي بالمجتمع. كان في تعاون بينه وبين منطقة الشارقة التعليمية على أساس هم يعممون على المجتمع
المدارس على تجميع الكتب من أولياء الأمور الموجودين في المدارس الشارجة، وعلى هالأساس نحن طبعا أولياء الأمور حضرونا الكتب في المجلس ونحن شاركنا في المكان. هي احتفالية ثقافية فنية بمشاركة 121 من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات النفع العام والأندية الاجتماعية والمدارس الحكومية والخاصة، وبتسابق من أكثر من 400 متطوع للمشاركة في إعادة 150 ألف كتاب مستعمل من خلال نشر ثقافة إعادة التدوير وطرح الكتاب المستعمل وتسعيره مرة أخرى بسعر رمزي. الفكرة وايد حلوة، لأن في ناس إن يشترون كتب بس تي ويفرونها ما يسووا فيها شيء أو يعقونها خلوها زينة، يعني في ناس يعني وايد محتاجين يحبون الكتب يحبون القراءة يبون يقرون ويبون يشترون الأشياء شوي رخيصة. ليعود هذا المردود المادي كإيرادات مالية لخدمة فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكمردود معنوي من خلال دمجهم بالمجتمع ومشاركتهم بقوة بالفعاليات الفنية المصاحبة للمهرجان لإبراز قدراتهم الإبداعية من خلال الأنشطة الفنية المتنوعة والمصاحبة للمهرجان. طبعا احنا بنشارك هنا، انا بحب كده المهرجان المستعمل كتاب المستعمل، هنا انا بشارك هنا في المسرح وبعمل عرض هنا جميل جدا عن الحلم، ان انا مثلا المشاكل اللي بتقابلنا في الحلم و للجمهور وللطلبه اللي موجودين لكل المشاهدين كمان بيشوفونا احنا بنقدم مهارات لينا يعني. في مهرجان الكتاب المستعمل بالشارقة الكل رابح لكنز المعرفة من زائرين ومشاركين. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في 30 دقيقة، ومع نجدد التحية لضيفتنا الكريمة الأستاذة منى عبد الكريم، نائب مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. أستاذة منى مرحبا بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك، ربنا يكرمك. كنا بنقول على معايير اختيار وانتقاء الكتب والمصنفات الموجودة في مهرجان الكتاب المستعمل، ما هي؟ احنا طبعا أي كتاب يجينا من المتبرع نشوف أول شيء جودته بالشكل العام. مثل ما قلت نستبعد الكتب المدرسية والمجلات، يعني إذا كان الكتاب هو جيد هو أساسا يكون منتقى. طبعا احنا هاي السنة بعد صار عندنا 14 موضوع وصنفناهم. أنت تحددوا المواضيع أستاذ منى؟ لا، بالكتب اللي تينا في كتب دينية، كتب اقتصادية، كتب سياسية، قصص أطفال، اجتماعية أسرية. فهاي يعني هاي السنة كان في ميزة عندنا أن يعني بتوجيهات من سعادة الشيخ الجميل بن محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة، قاعد تحددوا نصنف حتى الخيم على حسب المواضيع، وهذا بيكون أسهل للزائر لما ينتقي الكتب وين أي جهة راح يروح. بالسابق كنا نحط الكتب، يعني كانت كل مدرسة تأخذ خيمة أو كل جهة تأخذ خيمة وتعرض كتبها كلها ومنوعة، فأحيانا الشخص يتوه بين الكتب وين الدينية وين الثقافية وين السياسية. صحيح. فلما تم التنسيق تصنيف وفهرسة كان بالعكس، أن حتى الزائر كان أسهل عليه أن ينتقي الكتب بكل سهولة. يعني في هذا العام 2013 تم تغيير موعد مهرجان الكتاب المستعمل. لما؟ يعني كان في السابق في شهر 4، في شهر أبريل، اليوم في شهر 2. يعني غيرنا الموعد عشان الجو، الناس تستمتع جاي. لما تي بدون يكون في أي نوع من الرطوبة أو الحر. فبالفعل يعني كان اختيار التوقيت هاي السنة بعد كان ممتاز بالنسبة للجميع. أكثر الكتب التي تأتيكم في هذا المهرجان ما هي؟ الكتب الدينية والإقبال عليها، والإقبال عليها والإقبال عليها كثير. تسأل أي إقبال على أي كتب؟ لا، الإقبال عليها كثير على يعني الكتب الدينية، الإقبال على بالذات المجلدات تحديدا. المجلدات تفسير مثلا، عقيدة، فقه، عبادات، يعني تقريبا يعني معظم الكتب، بس هي أكثر الكتب اللي تباع عندنا الكتب الدينية. الأسعار تتراوح من درهم ل 20 درهم، أقصى شيء 20 درهم. مع أن في كتب لما كان في يعني أشخاص يتبرعون إياها ب 500 درهم، أحيانا ب 100 دولار. كنا نتفاجئ إحنا بالأسعار، بس قلنا عشان إحنا يكون، لأنه هذا هدف من أهداف المهرجان أن ننشر الثقافة، الوعي، الشخص اللي يقدر يعني ذوات مثلا نقول
الراتب المحدود يقدر يشتري اي كتاب يعني يشترينا عند الفعل. طب استاذه منى، انا عندي دقيقه، ماذا تقولين فيها للمشاهدين الكرام في هذه الدقيقه او لاي شيء، ماذا تودين ان تقولين لمن؟ نقولهم حياكم الله في مهرجان الكتاب المستعمل. احنا نفتح من 10 صباحا لغايه 10 مساء، وبكره الجمعه يعني من 10 صباحا ولغايه 10 مساء راح نستوقف بس فقط لوقت الصلاه، ونعاود المهرجان. واللي يحب يتطوع بعد حيا الله، عندنا من كافه المستويات، يعني نقول اذا من مرحله الشباب حتى مرحله الاطفال بعمر 13 و12 سنه يحبون يتطوعون، حياهم الله في المهرجان. شكرا لك استاذه منى، وبالتسديد باذن الله تبارك وتعالى ندعو لكم بالتسديد والتأييد، ويعني يتضخم حجم المهرجان، لكن الاقتراح ليكن له موعد ثابت في كل عام، نتفق على هذا الموعد ام إن شاء الله. يعني يتناقش الامر لكن تثبتوه يكون طيبا ان شاء الله. بارك في هذا الاقتراح ان شاء الله. واذا يخصص مكان اكبر، ربما يزداد عدد الكتب في قابض الايام. كم وصل عدد المجلدات او العناوين عندكم؟ ل 200 الف حاليا كتاب، وبازدياد على فكره. تمام، بازدياد. بالتوفيق باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك استاذ منى على هذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفتنا الكريمه معالي الاستاذه منى عبد الكريم، نائب مدير عام مدينه الشارقه للخدمات الانسانيه. وبهذا نصل وحضرتكم الى نهايه هذه الحلقه في 30 دقيقه بالحب. عشنا اللقاء بالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى. ارقكم نياط وعطر، تحيات محمد البحراني ومحمد غباشه. شكرا لكم والى اللقاء.